السلام عليكم، حلقة جديدة من تست درايف. اليوم معنا السيارة من الصانع الياباني نيسان باثفايندر الجديدة كليا. طبعا نيسان باثفايندر انطلقت أول طراز إلى سنة 1986، أما الطراز الثاني انطلق 1995، والطراز الثالث انطلق سنة 2005. اليوم معنا الطراز الرابع الجديد كليا اللي كشفت عنه نيسان سنة 2012 وبدأ في السوق سنة 2013. أهم تغير على الطراز إنه باثفايندر صارت سيارة عائلية بحتة. فمنلاحظ احنا من الطراز السابق اللي هو الطراز الثالث انطلق 2005، باثفايندر اضافت للصف الثالث المقاعد، فصارت سياره لسبع ركاب، وكمان طورت قاعه العجلات اكثر. فكنا نشوف انه الباثفايندر القديم كله كان يجي على قاعه عجلات تراك او بيك اب، اما الطراز الرابع جديد كليا. فنيسان بنت نيسان باثفايندر على قاعه العجلات الموجوده على الجي اكس، الانفينيتي جي اكس، والالتيما والماكسيما، فهذا الشيء عم يعطيها راحه اكثر وشكل احلى. هلا بالنسبه للشكل امام نيسان باثفايندر، عم نشوف هويه نيسان الجديده موجوده، اضواء هالوجينيه عاديه، كشافات ضباب، عم نحس السياره مقتربه للارض اكثر. او تصميم السياره بشكل عام، نيسان باثفايندر الجديد عم تحس مضغوط، فعم يزيدوا الشطفات، عم يقللوا الارتفاع مشان تنظيم عمليه الايروديناميك، وهذا الشيء كمان عم يخفض الضجيج بالسياره، عم يزيد من نسبه العزل بشكل افضل، وهذا الشيء عم يبرز من خلال الانحناء القوي للزجاج الامامي. طبعا عم نشوف تطعيمات الكروم الاسود اللامع، عم نشوف تحت الصفيحه مشان تحمي السياره، عم نشوف في كت خفيف الاسود مشان يحمي السياره في حال دخل فيها افرودينج خفيف. طبعا الشكل الجانبي لنيسان باثفايندر الجديد عم بتميز باطارات مقاس 20 انش. عم نشوف الاطارات عم بيجي بلونين، لون لامع ولون رصاصي مت، عم يعطيها منظر حلو. اطارات عم تعطي لمسه فخامه اكثر، ما عاد اطارات شكل ضخمه تبعت اوف رودينج، عم بتكون هالاطارات شكل راقي شكل جميل. الكروم بالاسفل، مسكات ابواب كروم، مراية عليها لون السياره الاصلي، وتطعيمه خفيفه باللون الاسود اللامع. بالاعلى في بايبات مشان تحميل الامتعه، مع انه السياره عائليه بالدرجه الاولى. طبعا انا معي اليوم فئه الاس ال في الاوبشن بريميوم، بيجي فيها سقف بانوراما بكون من فتحتين. الشكل الخلفي نيسان باثفايندر عم بتميز كمان اضواء تصميم جديد كلي، عم بيعطي هويه جديده لباثفايندر، اضواء كمان هالوجينيه عاديه. جناح خلفي عم بيكمل شكل الانسيابي للسياره، عليه ضوء بريك، بصمه نيسان، بصمه باثفايندر. هون عندك بصمه الفور ويل درايف، مع انه السياره بتجي بفئتين، فئه الدفع الثنائي والدفع الرباعي فور ويل درايف. بصمه اس ال، بما انه السياره بتجي بثلاث فئات مختلفه، فئه الاس، فئه الاس في، وفئه الاس ال. طبعا الفئات بيختلفوا من ناحيه المواصفات، الاس ال عم تكون هي فئه الفول اوبشن، فيها المواصفات كامله. طبعا بالاسفل عم نشوف حساسات خلفيه، كاميرا خلفيه عند رقم السياره، عم نشوف الجولز فتحه وفون فتحه للباور في حال وصلت عليها عربه بدك توصل عليها فلاشرات او غير ذلك. الباب الخلفي بيفتح من خلال لمسة زر، أو فيك تفتحه من خلال ريموت كنترول الزر المخصص. عم نشوف مقاعد الصف الثالث مخفية بالكامل، فينا نفتح عن طريق الحبل، بورجيكم، بس خلينا نشوف أول مع بعض. هون في مساحة تخزين خفيفة، هي المساحة كتير ممتازة في حال تخزن أغراض ثمينة أو غير ذلك. أما بالنسبة للمقاعد الخلفية فبيفتح بشكل كتير بسيط. طبعا المقاعد الخلفية عم بتكون صغيرة نوعا ما، بتكون لأشخاص صغير الحجم أكثر. بنفس الطريقة بنسكر بشكل كتير بسيط. هلا كمان عم نشوف من خلف السيارة من المقصورة أو الصف الثالث، عم نشوف فيه الكاب هولدرز أربع واصلين، فتحات التكييف، مدخل للباور موجود على اليسار. طبعا بالنسبة لمقاعد الصف الثاني فعم بتكون إمكانية طيها 60 لـ 40، فخلينا نشوف كيف إمكانية طي هالمقعد. في هون مثل مسكة لون أسود مع هذا الزر الموجود، تكبسهم مع بعض، المقعد بينطوي، بعدين انت فيك تقدم الكرسي وبتم الصعود الى مقعد الصف الثالث. نفس الطريقة بترجع الكرسي مشان تعدل المقعد. طبعا بالتأكيد مقاعد الصف الثاني عم تكون اريح من مقاعد الصف الثالث. مقاعد 9 لـ 3 ركاب، مقاعد جلدية بالنسبة للفئة اللي معي لليوم. بما انه السيارة صارت عالية اكثر، فنيسان عم تهتم كثير بالترفيه بالنسبة لركاب السيارة. فعم نشوف شاشتين موجودين على المقاعد، مقاس 6 انش، عندك مداخل للباور، وعندك وصل الاي سي. هلا بدنا نشوف كمان الترفيه، هي في ريموت كنترول للتحكم بالشاشات، تو كاب هولدر بالمسند الوسطي. السيارة كتير صارت فخمة، عم تقترب من فخامة سيارات الانفينيتي من الداخل. تطعيمات اللون الخشبي، البيج، السيارة صارت فخمة أكثر، صار في وسائل ترفيه أكثر،
شاشة 9 انش تاتش فيها نظام النافيجيشن بالتأكيد، ونظام الصوت هو من بوز، عم بيكون تقريبا شفنا سماعتين بالخلف، هون في اربع سماعات فعم بيكون تقريبا ست سماعات. طبعا الستيرنج عم نشوف صار كمان شكله فخم اكثر، كروز كنترول على السيارة، وامكانية التحكم بالشاشة من خلال الازرار، وامكانية التحكم بالكوماند سيستم والتليفون كمان من خلال الستيرنج. عم نشوف العدادات الكترونية، لون ابيض، الاي دي كثير حلو كثير واضح، في شاشة بالمنتصف بقاس تقريبا 4.3 انش. هالشاشة عم تحسها فيها منظر 3D كثير حلو، فيها عمق للداخل، عم تعطي كمان لمسة فخامة كثير حلوة. نحكي على الكونسول الوسطي، عم نشوف الازرار متعرف عليها من نيسان، التحكم التقليدي من نيسان. عم نحكي هون عن مساحات تخزين موجودة بالخلف مدخلين للباور، في هذول الازرار خاصة بتبريد وتسخين الكراسي، 2 كاب هولدرز باحجام كبيرة. عم نشوف زر الفوري كثير بسيط، عم تقول عندك اوتو وعندك لوك بالنسبة للدفرشن الخلفي. زر الاوتو خلص بشغل على طول السيارة فورويل، مو عاطي لك تقسيمات انه طرق خاصة او زر وضعية خاصة للطين او الرمال او الصخور، لا، لانه السيارة مو معمولة لهالطرقات، السيارة معمولة لأفرودنج خفيف، رح تنتوا العيلة على البحر بدها تنزل شوية رمل خفيف فيك تشغل الفورويل، فالسيارة مو مصنوعة على الأفرودنج، الأفرودنج المعروف عليها الصحيح. طبعا نحكي هلا عن المسند الموجود، في عندك هون مساحة تخزين خفيفة، عندك كمان مساحة تخزين أكبر، فيها مداخل للـ AUX والـ USB، فيها مداخل باور، فيها مداخل توصل عليها مثل DVD أو PlayStation وغير ذلك. طبعا كرسي السائق والكرسي المرافق الجانبي تحكم كهربائي كامل، في بالنسبة لكرسي السائق وضعيتين بالنسبة للميموري. نيسان باثفايندر 2013 الجديدة كليا صارت تجي فقط بمحرك 6 سلندر بسعة 3.5 لتر، شفنا الطراز السابق كان يجي بمحرك 4.0 لتر، أما هالطراز عم يجي فقط بسعة 3.5 لتر، عم بولد قوة 260 هورس باور وعزم عم بوصل ل 325 نيوتن. طبعا نيسان خففت سعة المحرك لتخفيف استهلاك الوقود، ولتحافظ كمان على نشاط السيارة وانطلاقتها وتسارعها خفضت وزن السيارة، بس بالتأكيد مع الحفاظ على الصلابة، فعم يكون وزن السيارة هو الأقل ضمن منافساتها، عم وصل وزن ل 1902 كيلوغرام بالنسبة لفئة الدفع الثنائي، أما فئة الدفع الرباعي اللي معنا لليوم فوزن عم بوصل ل 2049 كيلوغرام. خلونا نطلع جولة بنيسان باثفايندر على الطرقات ونشوف كيف أدائها. طبعا من الداخل نبدا اول شيء بالكاميرات، طبعا عم نشوف هاي وضعيه البيرد فيو عم تكون من خلال الكاميرتين المثبتين على المرايا الجانبيه، وهي الكاميرا الخلفيه. طبعا هالتقنيه شفناها موجوده على انفينيتي جي اكس، هلا نيسان عم تضيفها على سياره البايث فايندر. كمان هي الكاميرا من جنب، عم نشوف وضعيه السياره ضمن الباركينج كامله، الكاميرا الاماميه، هلا بحكي بالسيارة من الداخل أكثر عن جير هالسيارة. طبعا جير السيارة بتقنية CVT 6 سرعات، بس الجير مشكلته انه بطيء بالتبديل، يعني فالسيارة ما بتكون تبعية تسارع، ما بتكون تبعية انك قوم بسرعة او تجاوز سريع. هالسيارة معمول او هالجير مصمم عشان يوفر من استهلاك الوقود، السيارة تستهلك فقط 10.7 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر داخل المدينة، وعلى طرقات خارجية تقريبا تستهلك 7.9 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر. وبالنسبة لفل تانك البترول هو تقريبا 74 لتر. بنحكي عن قدرة هالسيارة للجر او السحب، في حالك جر عربة جيتسكي او غير ذلك سيارة قدرة شد تبعتها 1500 كيلوغرام. بدي احكي هلا عن الازرار الموجودة خلف الستيرنج بالاعلى، ممكن شكلهم غريب ملفت للنظر. عندك على اليسار زرين تتحكم فيهم بقوة او انخفاض اضاءة امامية للسيارة، وعندك هون تراب ريسيت هو بدك تصفر العداد عشان تعير المسافة كم كيلومتر من منطقة لمنطقة معينة. بدي ورجيكم تسارع السيارة، شوف البطء بتبديل الجير، حتى انت ما بتحس نتيجة انتقال مثل جنزير على المسننات، هو تقنية ميكانيكية اكتر، بشوف التسارع وحسوا بتعب المحرك. 40 50 60 80، اسمع الصوت، 100 120، عم تحس المحرك تعبان. انا وصلت ل 130 عم تحس انك ماشي على الجير الاول. هلا عم نلاحظ انه من خلال تجربتنا نيسان باثفايندر، نحن سبق وجربنا الطرازات السابقة، انه الطراز الرابع بيكون كتير مريح على الطرقات، السسبنشن عم بيكون اريح. ليش؟ مثل ما ذكرت انه نيسان
عم تبني نيسان باث فاندر الجديدة على قاعات العجلات الانفينتي جي اكس والالتيما والماكسيما، استغنت عن قاعات العجلات تبعت التراك والبيك ابات، فهذا الشيء عم يعطي الراحة المطلوبة اكثر، عم يعطيها الطابع العائلي المطلوب من نيسان باث فاندر. وهيك كانت تجربتنا اليوم مع سيارة نيسان باثفايندر الجديدة كليا. تابعونا بحلقات جديدة وتجارب جديدة، وما تنسوا تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، فولونا تويتر، سبسكرايب اليوتيوب، وتابعوا موقعنا باستمرار لتشوفوا كل جديد. حياكم الله. رمضان مبارك على الجميع والله يتقبل الطاعات. إذا عجبتك الحلقة بإمكانك مشاهدة بعض الحلقات في الأسفل، ما عليك إلا الضغط على الرابط، وما تنسوا تشاركوا محبين السيارات من أصدقائكم حلقاتنا. طبعا زاد الانحناء الأمامي للزجاج الأمامي، الانحناء الأمامي للزجاج الأمامي. مستحيل على الجير أول لهالدرجة.